طبعا بمناسبة الصحة بقى السنان عاملة قلق في الأحلام ده حقيقي. والدروس وحاجات زي كده. تقول لك أنا حلمت إن ضرسي وقع أو سنتي وقعت، اللهم اجعله خير، يبقى أنا كده هفقد حد زي ما بيتقال. إيه تفسير الأسنان في الحلم؟ كتير هم حصروها بس بالموت، وده مش بالظبط. حقيقي. الناس بتخاف من كل ما هو مجهول. السن ممكن يبقى طلاق، ممكن يبقى رسوب في دراسة، ممكن يبقى فراق لحد عزيز بس مش لازم موت، ممكن يبقى مبلغ مالي تخسريه، ممكن خصام مع حد. السن مفارقة، لأنه هو يعتبر من الأقربين، أهل بيتك. الفم هو البيت والأسنان هي أهل البيت أو الناس المقربة. فلما تفقد، ممكن فقدت أنت مثلا، فقدت مبلغ من المال كان يعني كنت محتاج وفارق محتاج معاك. وفارق معاك. فالسن هم أخدوا بس حاجة، لكن هو ليه حاجات كتير قوي أسوأها الوفاة. اوكي، بس هو ممكن يكون من أبسط حاجة برضو تخسر سن عادي. فقدان برضو. طب